فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي باش نحكيو على فيلم غدوة لظافر العابدين. السيد المخرج اكيد السؤال اللي جاي لبالكم، باش يعمل فيلم ظافر العابدين في حصة رياضية؟ باش نجاوبوكم على خاطر الفيلم واحد من الابطال نتاعو لاعب كرة اليد في النادي الافريقي احمد برحومة، موجود معنا في المباشر باش ناخذ من عنده اكثر تفاصيل على الغرام المزدوج هذا بين التمثيل وكذلك الكرة. احمد اهلا بك. اهلا مرحبا بكم. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله. لاباس الحمد لله. باهي احمد، اكيد للي ما يعرفكش قدم ساعه روحك للعباد تسمع فينا. باهي احمد برحومة، عمري 16 سنه، نلعب كره يد في النادي الافريقي، نلعب كادي بي جناح ايسر في النادي الافريقي، نمثل في مثلتي فيلم مع ظافر عابدين، فيلم غدوة، بطل الرئيسي تاعو احمد برحومة، وان شاء الله يكون الفيلم عجب الجماهير وان شاء الله يعجب الجماهير. انا ترينت في النادي الافريقي من عمري 7 سنوات، ووجدت الغرام هذا بحبي لجمعيتي، وان شاء الله نكمل في المستقبل ونكمل زاده في التمثيل وفي القرايه ثلاثه مع بعض. ثلاثه كيف كيف، مش صعيبه شويه؟ قدرة ربي لازم عزيمه ونظام و يلزمها ديسبلين، معناتها بالماكله نتاعي والنوم والقرايه ونترينا زاده، ومعناتها ونلقى روحي. الوالده تحس هذا كيف كيف، هي مسطرت لك الثنيه هذا تبارك الله، معناتها كابسه شويه عليك. اكيد الوالده كابسه وزاده عاونتني في رغم في نفس الوقت، معناتها هي جامعيه في الليزام في النقده السينمائيه، ومعناتها كان ديما واقفه معايا ومشجعتني على الاخر، هي وسيد الوالد بابا اللي نحبه برشا محمد رحومه، وهذا الحاجه اللي ساعدتني في الفيلم اني تقمصت الدور في الفيلم معناتها بحبي لبويا، وهذا اللي عاشه في الواقع. باهي، ما نعرفش كيفاش جات الفرصه نتاع التمثيل، خاصه نورمالمون انت كنت معناتها مخطلها من قبل واجت بالصدفه، ولا كيفاش؟ نورمالمون انت كنت لاعب معناها نورمالمون مركز في الكوره، نورمالمون كيفاش جات حكايه التمثيل؟ جات حكايه التمثيل خاطر انا مغروم بالكره اليد ومغروم زاده بالتمثيل، مثلت قبل معناتها في ادوار صغيره، وعملت مسرح زاده قبل في التياترو، ومعناتها هو غرام كبير بالنسبه لي انا التمثيل وخاصه كره اليد، وحبيت نعمل نصوص مع بعضهم ووافقت بيناتهم الحمد لله يا رب. خذيت بيرميسيون من عند مسؤولين في الكلوب قبل ما تمشي تعمل الخطوه هذه، مثلا دوله كبيره بقبل القيمه هذه؟ اي اكيد، معناتها خذيت بيرميسيون من مسؤولين النادي الافريقي، خذيت بيرميسيون من زاد من المدرب نتاعي سي منير رياح نوجه له تحيه، ومسيو شادي جايد زاد نوجه له تحيه، ومسيو منصف الشريف. كيفاش كانت ردة فعلهم كي قلت لهم على الحكايه هذه؟ والله الحقيقه كانوا فرحانين بيا برشا، كانوا فخورين بيا، مشجعيني على الاخر، وخاصه يعني اول لاعب ظهر لي في ليكيب نتاعي، معناتها اني نوصل مصر ونقدم حاجه باهي. واضح، يعطيك الصحة يا أحمد، بالتوفيق إن شاء الله. ما نعرفش نحسها صعيبة باش تكون لاعب في اللونيفو مثلا وممثل مثلا، زوز يتطلبوا برشا وقت، أوكي القراية أكيد هذيك الحاجة الأولى متفاهمين فيها، لكن الزوز ما نعرفش كانت حطيت نرى باش تاخذ شوا بيناتهم الزوز شو تعمل؟ شوا صعيب على الأخر، لا محال، أنا معناتها مغروم بجمعيتي على الأخر ومغروم بكرة اليد والتمثيل زاده، معناتها كان لقيت شوا يصعب علي على الاخر ما نختار النادي الافريقي كره اليد. واضح، خليه على كل في وقته، هاك ماشي توا في الزوز وفي وقته ان شاء الله نتمنى لك احنا نتوفق بيناتهم الزوز، وبالتوفيق ليك احمد برحومه لاعب النادي الافريقي في كره اليد. خليني اسالك احمد، الوقوف قدام ممثل كبير بقيمه ظافر العابدين، ما عرفش كيفاش كان اللي كنت؟ والله كان حاجة كبيرة ياسر بالنسبة لي أنا، مسؤولية كبيرة، كنت فرحان ياسر وفخور أني نمثل مع نجم كيف ظافر عابدين، والحقيقة معناتها شجعني وقف معايا، كنت خايف شوية من الأول، من بعد استنست ودخلت في الجو وفهمت وفهمني، ومعناتها وكان جو بيناتنا باهي، ومعناتها باش لقينا جو مع بعضنا وتفهمنا يعني، باش نشوف نقدم فيلم باهي. بالنسبة للهوند فما قريب نشوفوك في السنيور، من زاد صغير شوية من زاد بكري، هو نعرف هو الملاعب نورمالمون اللي حسب رأيي يبدا فرض روحه من الكادي ديريكت يطلع سنيور ما يتعداش بالجنيور.
لا هو خاطر انا تو كادي بي مازال كادي ا وبعد جونيور وبعد سينيور معناتها مازال ثلاثة سنين. انا يعني ما نجمش من الكادي بي طلعوني تسود سينيور معناتها عام الجاي ان شاء الله نفرض روحي وعام الجاي ممكن يردوني سينيور ان شاء الله. يعطيك الصحة يا احمد، مشكور على دخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله. يعطيك الصحة رب فضلك، ميرسي بوكو. زلنا مكملين في البلاي حتى للاربعة متاع العشية، فقط فاصل قصير وبعد راجعين.